شاهد، هذا الرجل كان يصلي في الشارع، ولكن هذه المرأة كانت تحاول أن تلهيه عن صلاته، فما حدث كان معجزة. ولكن قبل أن نبدأ، وإذا كنت مسلماً ضع لايك لنصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو جديد من قناة هل تصدق؟ والآن هيا بنا لننطلق. مرحبا بكم من جديد. كان هناك رجلا يعرف الله سبحانه وتعالى جيدا، وكان دائما يقوم بالصلاة كل فرض بفرضه، ولا يفوته فرض على الإطلاق مهما كان متواجدا، فكان دائما يحاول أن يقيم الصلاة في أي مكان متواجد به. فإذا كان بسيارته كان يقوم بركن السيارة على جانب الطريق، ثم يقوم بالصلاة بجانب سيارته. وفي إحدى الأيام كان ذاهبا إلى مكان عمله حتى يحضر بعض الأشياء التي يقوم بالمتاجرة بها، وأثناء وجوده في هذا المكان لم يكن هناك مسجد قريب منه، حيث كان قد تأخر على موعد الصلاة، ولكنه لأنه رجل يخاف الله وينفذ وصاياه قام بالصلاة بالشارع أمام جميع المرة. فكان يستغرب البعض من الناس على ما يحدث من هذا الرجل، كيف يقوم هذا الرجل بالصلاة في الشارع؟ وأثناء ذلك مرت من أمامه امرأة كانت تنظر عليه من بعيد، وعندما اقتربت منه قالت له: ماذا تفعل يا رجل؟ هل الإيمان والتقوى لم يحضروا غير الآن؟ وكانت تحاول أن تلهيه عن صلاته عبر تشتيته بكلامها، ولكن الرجل لم يلتفت إلى كل هذا الكلام، وظل يستكمل صلاته حتى آخرها. ولكن المرأة كانت واقفة تستهزئ به وتقوم بالضحك عليه على ما يفعله هذا الرجل، وأنه كيف يقوم بإظهار نفسه أمام الجميع بأنه هو الرجل المقرب إلى الله تعالى والعارف بالحق وبوصايا الله ورسوله. ولكن بعد انتهاء هذا الرجل من صلاته قام بفتح عينيه، وإذا سيارة تأتي وقامت باصطدام إحدى السيارات الأخرى، وقبل أن تصل السيارة إلى هذه المرأة كان الرجل قد أسرع وانتشل المرأة من أمام السيارة قبل أن تصطدم بها، وكانت انتهت حياتها على الفور. فنظرت المرأة وهي لن تصدق عيناها بأنها ما زالت موجودة على قيد الحياة، وإن من قام بإنقاذها هو الرجل التي ظلت تستهزئ به أثناء صلاته في الشارع. فانهمرت المرأة في البكاء الشديد خجلا من الذي فعلته مع هذا الرجل الذي قام بإنقاذ حياتها. فابتسم لها هذا الرجل وقال لها: إن الله تعالى قد كتب لك عمرا جديدا في هذا اليوم، وإن ما فعلتيه معي لا يهمني في شيء، لأني أقوم برضا ربي سبحانه وتعالى، فلا يهمني من حولي، وإني لم أقوم بالصلاة في الشارع من أجل مدح الناس لي، بل أقوم بالصلاة في الشارع خيرا من أن لا أقوم بالصلاة على الإطلاق، وأتحجج بأني غريبا وليس هناك مكانا للصلاة. فمن قرر أن يرضي ربه ورسوله فعليه أن يفعل أي شيء دون أن ينظر إلى الناس وإلى كلامهم أو تنمرهم، مثل ما حدث معي اليوم، ولكني أنظر إلى الثواب الذي يمنحني إياه الله سبحانه وتعالى، ليس على الصلاة فقط، وإنما أيضا على استهزاء الناس بي، فهذا أيضا له أجر مختلف عن أجر تلك الصلاة. اللهم اجعلنا نعمل لرضاك ولا ننظر إلى كلام البشر، فاجعلنا نرضيك لا نرضيهم.